هل يجوز أخذ الصدقة من تارك الصلاة؟ نعم، يجوز أخذ الصدقة من كل من تصدق دون تخصيص ذلك بأحد بعينه من تارك صلاة أو من غيره، ما دام أنه وصله مال وهو من أهل الصدقة فإنه يجوز له أن يأخذ ذلك. نعم. ويستعين به على طاعة الله، ولعل في دفع هذا المال ما يوجب هداية الدافع. يا رب، يا رب، اللهم آمين.